بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، اللقاء كده الحبيب قلبي ناروتو، بصراحة أنا دخلت بصيت على الكروت كده من الأول، قلت أنا هخش أتفرج على الماتش ده وأعلق عليه مباشرة، أنا معرفش إيه اللي حصل فيه. هو بس نحط الأسد فوق كده عشان ما يعضناش. تمام، نبدأ اللقاء الأول من منظور، معلش هنقلب كده نجيب من الأول من منظور الخصم. ناروتو هيبقى باللون الأحمر، والخصم تحت هنا اهوت باللون، اسف، ناروتو باللون الازرق هناك اهو، والخصم تحت باللون الاحمر. الخصم هنا نازل بدبابه. انا تعمدت اجيب اللقاء ده لان الخصم كانت الدبابه بتاعته ليفل اعلى من ليفل ناروتو، بس ناروتو عنده فيترن، هو عنده الثانيه عاديه. على فكره بتفرق ان دي بتضرب كل 3 ثواني ونص، الثانيه بتضرب كل 4 ثواني، بس الدبابه برضو بتبقى هيلسي اعلى وقوه تدميريه اعلى. الخصم هنا ينزل تقريبا بنفس الاستراتيجية ناروتو، ده بس ايه ده؟ ده نازل بثلاث انواع دبابات، الدبابة العروسة والدبابة الزلومة ومعاها كمان عربية الاتاري. لقاء صعب بقى. بانت اهي يا حلو، بانت لبتك اول ما دابت قشرتك. الدبابة كالت الدبابة بتاعت ناروتو مرتاح او متبقي فيها كمان اهوت 50%. لك ان تتخيل بقى باشمهندس اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ناروتو طبعا بقت ليه غلبة دلوقتي شوية كده، بعد ما نزل المعسكر ورا اداله زخم من المشاة، نزل بعربية الكاكولا. الخصم بينزل باكج على بعضه، اخوانا باكج على بعضه كده، العروسة مع الزلومة مع الاتاري. ناروتو ورا سايب الهاوزر، بيبقى مستفز الهاوزر ده قوي، يا لهوي بيدنه يضرب كده. بس ناروتو هنا بدأ يتدارك الفرق دوت ما بين القوة بانه يرمي الكونتينرات. كال البنكر الاول، العروسة راحت، لكن عربية الكاكولا مكملة. كان الخصم هنا منزل عروسة تانية. قال له طب ما الخصم ده عنده حاجات حلوة يقدر يضربها، يعني طب انت عندك القنابل الفسفورية ترميها، عندك القنابل العنقودية، واضح ان هو من النوع اللي بيحب يعتمد اكتر على التروبس. هننقل بقى من منظور دلوقتي موجو، اسف، هننقل من منظور ناروتو. مش متلخبط يا جماعه النهارده، القاده والزعماء ماتشاتهم كتير. خصم هنا هجمته وحشه دلوقتي على ناروتو، طالع كده قدام عليه دبابه عروسه مع دبابه زلومه. مش عارف، الخصم عنده كروت حلوه بس حاسس انه ما بيستخدمهاش كويس. برضه مصر ينزل العربيات السكه دي، مش عارف ليه، هتفيدك في ايه دي؟ بس وصل، يعني اتفقنا او اختلفنا معاه، وصل بدبابتين عروسه وموقفه كويس وهياكل البنكر. انا والله ما اعرف اللقاء هينتهي ازاي وحياه ربنا، بس انا متاكد انه هياكل البنكر ده. الهاوزر شغال من ورا جلد في الدبابات، بس الدبابه العروسه واصله مرتاحه. الله، ده الخصم سمعني وانا بقول ما تضرب القنابل الفسفورية ولا ايه؟ وجاي عروسة تانية، انت موقفك مش تمام ناروتو، انت موقفك اخشى ان انت تكون مشاير الماتش ده بتقول فيه ان انت اتغلبت، اخشى ذلك، لان بصراحة الموقف كده واضح انه رايح على خسارة. دبابة واحدة قصاد الهوسة دي، انت هيقع لك البنكر التاني، ما تحاولش يا نجم. بس الكونتينر ليه رأي تاني ولا ايه؟ ينزل كونتينر ووراها عروسة تانية، الماتش يتحول في ثانية. ينزل الكونتينر ووراها عروسة تانية، الماتش يتحول في ثانية مع معسكر المشاة، والدبابة طالعة تجري بعد ما نزل عليها اجري كارت، اجري بسرعة يا واد يا حسين، هات لنا منه باكو اتنين. تروح الدبابة، الخصم ينزل بعربية الكاكولا. الله يخرب بيت عربية الكاكولا يا اخي. الخصم يرمي كارت النار، اللقاء ده ينتهي تعادل ولا ايه؟ ولا مانيش فاهم له اللقاء ده. اللقاء ده رايح جاي رايح جاي، شويه تقول خلاص هيكسب، شويه تقول لا هيتعادل، ما انتش عارف في ايه. اهو خلاص المفروض بقى كونتر اتاك وتاكل الماتش، خلاص احنا دخلنا في الوقت الاضافي دلوقتي. نزل ميخ، المعادله ظبطت كده، ميخا نزل والهاوزر نزل، مبروك 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 مبروك. الخصم بدأ يلوش بقى، بيرمي التحميل على العساكر والدباب، بدأ يلوش بقى كده تلويشة كده تلويشة.
العروسة راحت بس البنكر واقف على تف اهي، والتفة جت. لا 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 لا، ماتش حلو، ماتش جميل الصراحة، سجال كده رايح جاي، بس ناروتو عمل فيه شغل حلو وغلب واحد اقوى منه، ما نقدرش ننكر، شئنا ام ابينا غلب واحد اقوى منه، خطته حلو. يعني انا عندي شوية ملاحظات بسيطة كده هبقولها له برايفت، بس خطته حلو. عشا نجم كان معكم امه ابو العافيه من قلب الحدث، ما تنسوش يا جماعه لايك واشتراك وشير، وبعد اذنكم فعلوا الجرس، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده. مساء الجمال.